يعكف عشرات السعوديين أغلبهم في أربعينيات وخمسينيات العمر على صناعة كسوة الكعبة المشرفة المغشاة بآيات قرآنية مكتوبة بخيوط من الذهب والفضة في مصنع مخصص فقط لهذا الغرض في مكة المكرمة. وتتزين الكعبة برداء جديد من الحرير مبطن بالقطن في يوم عرفة من كل عام. جميع المواد الخام بالنسبة للحرير يأتي من إيطاليا، أما بالنسبة للفضة والفضة المطلية بالذهب تأتي من ألمانيا. استهلكت ثوب واحد حوالي 120 كيلو جرام من الذهب و100 كيلو من الفضة، أما الحرير فيستهلك 670 كيلو جرام من الحرير. شو تكلفة الخيمة ما بين وبينك؟ التكلفة حوالي 20 إلى 25 مليون ريال. اختيار أي نوع المواد الخام لصناعة الثوب؟ نعم، بالنسبة للسعودة 100%. الأقسام أول قسم قسم التحلية بعد انتقاء الماء وتصفيته، أول قسم التحلية ثم قسم المختبر ثم قسم المصبغة ثم قسم الآلي ثم قسم اليدوي ثم قسم تجميع الثوب. هذه اسم الأقسام اللي يمر عليها الثوب كاملا. هذه القطعة مقاسها 240 سنتي ويشتغلوا عليها اثنين من الزملاء مسمى وظيفتهم مطرز. تاخذ منا وقت 60 يوم. يعني شعور طيب الحمد لله، يعني لما نشتغل ونجيد في العمل نتفائل بالخير، ان المسلمين يعني يفرحوا بثوب جديد على الكعبة، هذا اكبر شعور الحمد لله. طيب.